أبو حامد من حفر الباطن، تفضل أخي أبو حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير الغد. تفضل. عليكم السلام، مساك الله بالخير. بغيت أسأل عن المكسب المشروع على ثمن السلعة عندما أشتريها، يعني بحالة ما أشتريها بخمسين ريال، ما هو المكسب المشروع لي؟ جزاكم الله خير. المكسب المشروع ليس له حد، وإنما هذا يتبع غلاء السعر ورخص السعر والعرض والطلب كما يقولون. أما ارتفاع السعر المفتعل والمكذوب على الناس فهذا لا يجوز، إنما إذا ارتفع السعر بسبب غلاء السلع في الأسواق وقلتها وليس للإنسان تدخل في ذلك فلا مانع لذلك ولا حد له، إلا أن المستحب للمسلم أن يتسامح مع المشتري وألا يثقل عليه. نعم.